في سياق مغاير، انطلقت عملية تسويق السردين المستورد من الجارة الشرقية تونس على مستوى سوق رمضان في ولاية سكيكتا بسعر لا يفوق 500 دينار جزائري. العملية التي جاءت في إطار مبادرة وزارة الصيد البحري تعد خطوة أولى في انتظار دخول كميات أخرى قادم الأيام، ما سيمكن من توفير هذا النوع من السمك بسعر مقنن في عدة نقاط بالولاية. التغطية كانت لمحمد حمد. عملية تسويق سمك سردين المستورد بسعر 500 دينار للمستهلك. إذن هذه العملية الأولى، وإن شاء الله راح في الأيام القادمة إن شاء الله راح تكون كمية أكبر من سمك. والله خاصة إحنا في لابيريود تاع لي موفي طون، الأسعار هذه اللي قاعدين يستوردوا بها المستوردين الجزائريين هي والله أسعار منخفضة جدا، حقيقة أسعار منخفضة. أظن أن الأسعار في متناول المواطن البسيط، يعني 50 ألف بالمقارنة مع الأسعار الموجودة في السوق، يعني أسعار معقولة. وأنا كما تقول أنت مواظبة من دخول رمضان إلى غاية الحد الآن، يعني تقريبا يومين نجي للسوق.